حط لك براك؟ لا، ما رح تعطيني خبز؟ سعيد، لسه ما صحصحت كأنه ما سمعت أخوك شو قال؟ أنت كسرت الفازة اللي بالمدخل؟ أكيد لا. يلا بدك تعمل عملتك وتلزقها فيي، ما هي؟ على الأقل كنت لم الأزاز وكبه بالزبالة. مو أنا يلي كسرتها. خلص أمينة، لما أجينا بالليل أنا ضربت فيها وكسرتها بدون ما أقصد. هيك قولي من الأول، لأنه بكرة بتحاسبوني عليها. كل شي غلط أنا المسؤول عنه بهالبيت، تعودت. شوفوا ما أحلى هالصباح يا أولاد، قاعدين كلياتنا سوا وعم نفطر، بس ليش كلكم معصبين وقالبين خلقتكم؟ ما في غير سوزان هي الوحيدة بهالبيت اللي بتفيق ووش عم يضحك. صاي لسه ما فقيت؟ لساتها غرقانة بالنوم، نومة تقيل ما شاء الله، ما حسيت على المنبه. ايه عادي الشباب نومهم تقيل، يلا بسرعة فيقيها لتجي تفطر معنا. امبارح سعيد كتير اتضايق، قلت له اتصل بأخوك وروح سهر معهم كمان إذا بدك، الظاهر إنه تكسلان. أي أحسن، معلش خليه شي ليلة بالبيت. ما حبيت نزعلكم مرأكم. شو هالحكي يا ابني؟ سوزان كانت انبسطت وكلياتكم كنتوا انبسطتوا كمان. ايه وهي انبسطت معنا كتير بابا، ما زعجناها أبدا. شو عم يصير لكم انتو؟ دائما عم تفهموا كلامي بالمقلوب. سعيد وسوزان بنفس العمر وبيفهموا على بعضهم، لهيك حبيتوا يروح معكم. سوزان فيقي، يلا قومي. صباح الخير. قومي بقى حاجة نوم، يلا بسرعة بابا ناطرك على الفطور. اوف، كأني شربانة سم، يا الله انا كتير موجوعة. طبعا هيك بده يصير، بس تشربي وتكتري، قلنا لك لا تشربي كل هالقد. انا شو بيعرفني اني رح دوخ ويجعني بطني كتير، شفتي كل اللي شربتهم كاستين. شاهيناز، ما رح تقولي لعمي اني شربت، ما هيك؟ شاهيناز ممكن تجيبي لي الشنطة؟ بابا أنا نسيت موبايلي على الطاولة، بتستناني بالسيارة لحتى أجيبه؟ ماشي. جيب لك يا أنا؟ أنا ما حكيت لأبوك عن قلة أدبك معي مبارح بالليل مشان ما زعله وإشغله باله، بس بكفي بقى، صار لازم تعقل وشيل هديك الأفكار من راسك. وأنت؟ أنت رح تشيلها من راسك؟ ما في شي براسي عن اللي عم تحكي عنه. صباح الخير. يسعد صباحك، اعتبارا من اليوم انزلي ابكر على الفطور. ايه ايه حاضر سامي. شو بقى من الصبح معصب مني؟ شو بدك فيه؟ بيروق لحاله، لا تاكلي، انا بدي وصلك ومنفطر على الطريق. ايه ماشي، خمس دقايق وبجهز، بس اعطيني هاي.
ألو حورية خانم، صباح الخير. حضرتك ما بتعرفيني، أنا بكون مرت ابن عمها لسوزان. عم أحكي من اسطنبول. سوزان صاير لها شي يا خانم؟ لا لا كله منيح. أنت لا تقلقي، العائلة كلها عم تحاول إنها تريحها وتساعدها، بس الظاهر إنه سوزان لسه ما تعودت علينا، ومن لما إجت وشها ما ضحك حورية خانم، وعلى طول عم تبكي ومقهورة. أكيد عم تحن لمحل ما خلقت، بعدين مشتاقت لك كتير. وعلى طول بسيرتك والله. وأنا كمان اشتقت لك كتير. حورية خانم قلت لحالي مدام سوزان مزعوجة خليها ترجع على أزمير لعندكم، ونحن متكفلين فيها، والمصروف اللي بتحتاجه منبعته وزيادة، وهيك سوزان بترتاح وانتي كمان. شو رأيك؟ ما بعرف شو قلك هلأ. مصروفها مو مشكلة يا خانم، سوزان مثل بنتي وأكتر. خليني احكي مع جوزي بالأول. لازم طبعا طبعا سأليه وخدي رأيه، وقلي له كمان انه بدنا نشتري له بيت بأزمير ونزبط له اياه، وإذا وافق زوجك بتقعدوا بالبيت كلكم سوا. بكرة برجع بتصل فيكي حورية خانم. بتكونوا فكرتوا وقررتوا بخاطرك. أهلين، مع السلامة. المهم إنها تنقلع من خلقتي وما عاد تشوف وشها بعد اليوم. إيه نعم زينة. لا طبعا ما نسيت. ماشي يلا فورا رح أطلع. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.